والآن رحبوا معي بالسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. President El-Sisi, thank you very much for this wonderful hospitality and for this spectacular organization. COP27, President Shoukry, Your Majesties, Excellencies, dear friends. In just days, our planet's population will cross a new threshold. The 8 billionth member of our human family will be born. These milestones. Answer when baby 8 billion is old enough to ask, what did you do for our world and for our planet when you had the chance? Excellencies, this UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The war in Ukraine, other conflicts have caused so much bloodshed and violence and their dramatic impacts all over the world. But we cannot accept that our attention is not focused on climate change. We must, of course, work together to support peace efforts and end the tremendous suffering. But climate change is on a different timeline and a different scale. It is the defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous, and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today's conflicts are linked with growing climate chaos. And the war in Ukraine has exposed the profound risks of our fossil fuel. كشف عن التبعية للأحفوريات، وبالتالي هذا المؤتمر يظهر أن هنالك تهوين أخضر، ولابد من العمل الفعال، ولابد من المساءلة الكفوءة والفعالية. أصحاب السعادة، النشاط الإنساني هو سبب المشكلة، وبالتالي فإن العمل البشري يجب أن يكون الحل، والعمل من أجل لإقامة الطموح وبناء الثقة خصوصا بين الشمال والجنوب أمر ضروري. العلوم واضحة، أي أمل بحد ارتفاع الحرارة ب 1.5 درجات يعني انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، ولكن الهدف المتمثل ب 1.5 درجات هو داعم للحياة، ولكن المكانة جارية ونحن أقرب إلى نقطة لا عودة، وهذا أمر خطير. وتجنبا لهذا المصير السيء، فإن كافة الدول يجب أن تسرع انتقالها في هذا العقد. دول المتقدمة مجموعة العشرين عليها أن تقوم بالقيادة، ولكن الاقتصاد أساسي للحد من انبعاثات الدفيئة في العام الماضي. وفي غلاسكو دعوت إلى دعم الاقتصادات الناشئة من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، انتقالا من الأحفوريات. ونحن نحرص تقدما في الشراكات على صعيد التحول في الطاقة، ولكننا نحتاج إلى المزيد. لهذا السبب وفي بداية مؤتمر الأطراف 27 أنا أناشدكم من أجل الوصول إلى ميثاق تاريخي بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتحديدا بين الدول المتقدمة والدول الاقتصادية الناشئة. نريد ميثاقا حيث الجميع يبذلون الجهد من أجل تخفيف الانبعاثات في هذا
هذا العقد تماشيا مع الهدف المتوصل ب 1.5 درجات، وان المؤسسات الماليه الدوليه توفر المساعده التقنيه والاموال من لتسرع الدول الناشئه الانتقال الى الطاقه الخضراء. وهذا الميثاق سيعتمد على الاحفوريات وعلى بناء خطط من اجل التخفيف من استخدام الفحم في الدول المتقدمه بحلول 2030 ثم في العام 2040. هذا الميثاق الذي سيسمح بتوفير الطاقة المتجددة للجميع، هذا الميثاق الذي يمكن أن وضعها مع الاقتصادات الناشئة مع وضع الاستراتيجيات وتوفيق الموارد ومن لما فيه مصلحة البشرية، لأن الاقتصاديتين الأساسيتان تكلموا عن الولايات المتحدة والصين أمامهما مسؤولية مضافرة الجهود من أجل جعل هذا الميثاق وهذا العهد واقعا، وهذا أملنا الوحيد من أجل الاستجابة لأهدافنا المناخية. فإن البشرية أمام خيار، خيار الفناء أو التعاون، وإن عهدا تضامنيا هو الأمثل، وإلا فإننا سنعقد عهدا للموت. أصحاب السعادة، علينا أن ننفذ برنامج التكيف لمواجهة اضطرابات المناخية اليوم. وخدنا اليوم حوالي 3.5 مليار من الناس يعيشون في دول متعرضة للآثار المناخية السلبية، وفي غلاسكو الدول المتقدمة وعدت بمضاعفة دعمها للتكييف للوصول إلى 40 مليار دولار في السنة الواحدة بحلول العام 2025. ونحن بحاجة لخريطة طريقة حول طريقة تنفيذ ذلك، وعلينا أن نعترف بأن المسألة تنطوي على خطوة أولى، فالحاجات من ناحية التكييف يجب أن تتجاوز 300 مليار دولار في السنة بحلول العام 2030، وأن نصف التمويل المناخي يجب أن يكرس للتكييف. المؤسسات المالية الدولية والمصارف، مصارف التنمية متعددة الأطراف، عليها أن تغير نماذجها الاقتصادية وأن تقوم بدورها من أجل تعزيز تمويل تدابير التكيف، وأن تكون دعما لرفع التمويل من القطاع الخاص لخدمة التغير المناخي. إن الدول والمجتمعات عليها أن تتمكن من الوصول إلى هذا التمويل الذي ينبغي أن يوجه نحو أولوية وفقا لأدابتيشن بايبلاين أكسلريتر. وأصحاب السعادة، يجب أن نعترف بواقع وحقيقة، لا نستطيع أن نتكيف مع الكوارث التي تتسبب بالمعاناة عبر العالم. إن الآثار المميتة لتغير المناخ موجودة، وهي موجودة اليوم. الخسائر والأضرار لا يمكن أن نتجاهلها ولا يمكن أن نسحبها تحت السجادة. في الواقع إنها مسألة جوهرية عن التضامن الدولي والعدالة المناخية. هؤلاء الذين ساهموا أقل ما ساهموا في أزمة المناخية يدفعون كما الآخرين، وهنالك آثار لا في دول ليست لديها الوسائل للتحضر، وبالتالي فأنا أتكلم عن تغطية النظام المبكر للإبلاغ، والحكومات عليها أن تأخذ قطار التخلص من الانبعاثات. ونحن نعلم أن الدول تعاني من الخسائر والأضرار نتيجة تغير المناخ، ومن خلال التصدي للخسائر والأضرار فإن هذا المؤتمر يجب أن يوافق على خريطة طريق واضحة مع جدول زمني تعكس حجم التحدي وخطورة التحدي. وخريطة الطريق يجب أن تسمح بترتيبات من أجل التمويل مع تحقيق النتائج الملموسة في الخسائر والأضرار، وهذا محور التزام الحكومة من أجل نجاح هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف 27. أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء الأعزاء، الخبر السار هو أننا نعلم ما علينا أن نفعله، ولدينا القدرات التكنولوجية والمالية من أجل القيام بمهمتنا. حان الوقت للأمم بأن تجتمع معا وتضافر جهودها من أجل التنفيذ. حان الوقت للتضامن الدولي العابر للحدود، التضامن الذي يحفظ حقوق الإنسان ويضمن مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وللمدافعين عن البيئة من أجل الاستجابة لتغير المناخ. لا ننسى أن الحرب ضد الطبيعة
يكون واضح وسافر لحقوق الإنسان. ونحتاج إلى عمل مناخي جسور. الفرص، شباك الفرص ما زال مفتوحا، ولكن يبقى ضوء ضئيل وخافت جدا. نربح حرب المناخ في هذا العقد، وإلا سنعاني، وهؤلاء الذين يستسلمون هم الذين سيخسرون. لذا دعونا نناضل معا، ودعونا نربح معا من أجل الشخص المولود الجديد، وهو المولود الذي يحل في الرقم 8 مليار على كوكب الأرض. شكرا جزيلا. شرم الشيخ.